واش عمرك شتي ارعب بيسينات الكينين في العالم؟ هاد البيسي اللي بغيتي تهبط فيه ضروري خصك تضرب الاكسجين وتلبس اللباس ديال الغطس. المهم هاد البيسي راه كاين في دبي وتصوروا العمق ديالو شحال 60 متر ودخل لموسوعه غينيس ديال الارقام القياسيه كاعمق بيسين كاين في العالم. واللي عنده الشجاعه باش يهبط هنا تصوروا غادي تلقاو مدينه كامله كاينه تما. وفراسكم الاخوان فيها بيوتا، فيها كهوف، طنوبيلات، فيها المواطر، فيها لاصال ديسكيلاسيون لتحت، تقدر تلعب بابي فوت، تلعب البيار، تلعب السترانج تاعي، اي حاجه بغيتيها راه كاينه. بغيتي تعيش تما عيش، خصك على الاكسجين بقالك ديما. وشوفوا الاخوان الفكره ديال البيسين كيفاش دايره، اقسم بالله ما قرات نمشي ليه. اول فرصه غتجي لي ان شاء الله غندير لكم شي فلوق في قاع البحر. وهاد البلاصه زعما ما مديروش لشكون هو اسمه محترف ولا شي حاجه، راه تقدر تكون هي اللهبادي كيهبطوا معاك وتيساريوك مزيان، فهمتي باخي. الناس اللي كيحمقوا على الادرينالين، هذا هو البيسين اللي خصك تعوم فيه. تصوروا في لندن دايرين ما بين جوج ناطحات السحاب واحد البيسين تقدر تعوم فيه، والعلو ديالو على الارض 52 متر. بالرجوله اكتب لي في الكومنتار واش عندك الكبده انك تعوم في هذا البيسين. انا اقسم بالله تنعوم فيه، انا تنحلف بالله. حتى هو غنمشيو غنديروا لكم ان شاء الله في هذا الباج. واصلا الناس اللي عندهم الفوبيا من المرتفعات هما اللي ما يقدروش يديروها، اما بنادم عادي راه غيديرها وغادي يستمتع بزاف. ضربوا لي على السيد كيفاش كيبان من التحت، يعني اذا كنتي كتعاوم تما راه كلشي كيتفرج فيك. والناس اللي تفرجوا ميسيون امبوسيبل راه يكونوا شافوا توم كروز باللي نقص في البيسين وداز العماره الاخرى باش علق. وضربوا لي على منظر الخوت تكون كتعوم في الليل، راه ما يمكنش. هذا واحد البيسين كاين في استراليا اللي سميتو قفص الموت. عرفتي البلان اللي كيديروا لك؟ راه ما يمكنش. اش بالك نحطوك في واحد الحوض ونخشيوك في الماء ونحطو معاك اكبر التماسيح اللي كاينين في العالم، شنو غدير؟ هادشي علاش سماو قفص الموت. هاد الحديقه كاينه في استراليا خاصه غير بالتماسيح. ها انتوما ضربوها والتمساح كاين، يشدوا بنادم يخشوهم في هذا الحوض ويهبطوا من عنده. شوف الرجل والله حتى كتخلع. وشو شو التمساح كيدير؟ راه فيه اكثر من 794 كيلوغرام واكثر من 5 متر في الطول. شوفوا درجه الرعب اللي كاينه تما، وتيبقاو يوكلوا حداهم، فهمتي؟ باش كيبقى يعض وتتزاد الادرينالين اكثر. وبعد المره كيحاول يهجم على الزجاج، حيت راه كيشوف بنادم تما. السؤال لك اخي، فهمتي حنا الاسئله ضروري في الحلقه، واش تقدر تجرب هذا البلان؟ الا كان طاقي لي داك السيد اللي باغي دير معاه هذا البلان وقول ليه يلا صاحبي اش كتعايد. ضربوا لي على هاد الفيلا كاينه في جنوب فرنسا في الادغال، هي ما فيهاش شي بيسين مرعب ولا شي حاجه، ولكن راه ناضيه بزاف وبغيت نشاركها معاكم. ضربوا لي على البيسين كيفاش داير على الفيلا كامله، دايره بالخضوره عرفتي راه الكار. وضربوا لي على البلان اللي ناضي بزاف، شوفوا البيسين كيطلع الفيلا كامله من الداخل، يعني كتعوم كتطلع للصالون. الثمن ديال هاد الفيلا 1000 دولار الليله، يعني مليون. والبلان اللي زوين هو ان تقدر يدخلوا ليها 9 ديال الناس، يعني تجيكم شي 1000 درهم لواحد. واش ماشي بلان؟ الى عجبكم الفيديو ديروا فولو وطاقي لي داك عشيرك، قول لي نوضه صاحبي راه بدا كيسخن الحال، يلا نسافروا.